بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي تلاميذ، السلام عليكم. نلتقي هذه المرة مع دروس اللغة الفرنسية فيما يخص سنة أولى ثانوي، ورايحين نشوفوا لي بروسيد اكسبليكاتيف، لي تيكست اكسبليكاتيف ولي بروسيد اكسبليكاتيف، دونك النصوص التفسيرية والأساليب التفسيرية. نتعلموهم من خلال لي تيكست دو ديفوار. عندنا دي سوجي دو ديفوار، كيما هذا سي ان سوجي دو ديفوار. كل مره نقرا ان تيكست، ومن لو تيكست هذاك نتعرفوا سي كوا لو تيكست اكسبليكاتيف اي سي كوا لي بروسيد اكسبليكاتيف اللي كاينين فيه. نديرو 2 3 4 ديفوار اي اون فينيرا ننتهيو دونك بار سيرني باش نحاصرو كاع تو لي بروسيد اكسبليكاتيف، دونك تو لي بروسيس اكسبليكاتيف، ولا نحاصرو كل الاساليب الشرحيه او التفسيريه اللي كاينه في النصوص هذه. بون الوغ لا فيتامين سي نقراوه ونشرحو من بعد نرجع، دونك تبعوا معايا. بون نظن باللي كاين منكم اللي قرا شنو هما لي بروسيدي باسكو هذا اول درس، دونك معليش كي نعودو نقراو انت او فور يا ميزور نقراو حاول تتعرف على لو بروسيدي اللي كاين. داكور الوغ La vitamine C ou acide ascorbique est une molécule antioxydante. يعني الفيتامين سي ولا ما يسمى بالاسيد يعني الحمض الاسكوربي هي جزيء موليكول انتي اوكسيدانت يعني ضد الاكسده مضاد للاكسده. كوم لا فيتامين او، مثل لا فيتامين او تعطينا نفس يعني نفس الخاصيه، هي جزيء مضاد للاكسده. الاكسده هذه يعني باللي ما يعرفش الاكسده هذه في الجسم، يعني كي يكون عندنا جزيئات مؤكسده رايحين يتسببوا لنا في امراض كثيره، منها بعض الامراض الخطيره مثل السرطانات. دونك احنا ماذا بينا في الجسم تاعنا ما تكونش فيه جزيئات مؤكسده. داكو اي دونك ان اتو كونسيديرابل، ان اتو يعني ميزه يعني خاصيه مليحه كونسيديرابل معتبره pour freiner le vieillissement cellulaire، يعني باش نوقفوا الشيخوخه تاع الانسجال تاع الخلايا. دونك هذه لو رول تاعها قال واش دير الفيي الفرين دو فييسمون سيلولار. elle est importante، شكون هي elle؟ la vitamine c. elle est importante، مهمه pour l'immunité، l'immunité المناعه قطعه في سنه رابعه متوسط. car elle participe، لانها تشارك aux défenses contre les infections، تشارك في ولا تساهم في الدفاعات ضد لي زانفيكسيون تعفنات، لي زانفيكسيون فيرال تعفنات الفيروسيه اي باكتيريان تعفنات البكتيريا، هادو كاع شفتهم سنه رابعه متوسط. داكور الاولاد الي بروتيكتريس، عندها دور يعني تاع حمايه بور لي فيسو سانكان، تحمي الأوعية الدموية، فاسيليت لابزوربسيون دو فير، تسهل امتصاص الحديد، اي لا سيكاتريزاسيون يعني التئام الجروح. لا فيتامين سي اي جينيرالمون ريكوموندي، يعني يوصى بلا فيتامين سي ريكوموندي يعني موصى بها، بور لوتي كونتر لي مالادي دو ليفير، يعني باش نكافحو ضد أمراض الشتاء كوم لو ريم مثل الزكام. ليست هذا لو بروميي باراغراف، اوكي. لو دوزيام باراغراف هذا يعني لو تيكست راكم تصيبوه، تصيبوه في الانترنت، تقدروا تيليشارجيوه وتتعاودوا تتبعوا معايا لا فيديو. الوغ ولا ديروا دي كابتور ديكرون. داكور ليستوار دو لا ديكوفير دو لا فيتامين سي، يعني التاريخ اختراع اكتشاف، عفوا ديكوفير سي الاكتشاف، اختراع ولا انفونسيون. ليستوار دو لا ديكوفير دو لا فيتامين سي، كيفاش يعني اكتشفوها، إليه مرتبط ولا مرتبطة، التاريخ، التاريخ مرتبط، ليستواغ ناسي فيمينين، دونك إليه أليتود دون مالادي، يعني مرتبط اكتشاف لا فيتامين سي بدراسة مرض كي توشي لي مارين، هاد المرض توشي لي مارين يعني كان يصيب البحارين، البحارة، الناس لي يعني لي يخدمو في البحر، على متن السفن. هاد المرض اسمو لسكوربوت، الإسقربوط ممكن بالعربية هكذايا. Cette pathologie, yani cette maladie, se manifeste, yani تظهر أعراضها, par des saignements. يعني les saignements, هو le verbe saigner, يعني سيلان دماء. كاين هناك سيلان دماء.
اون بارتيكولي او جونسيف. جونسيف هما اللثه تاع الاسنان، يعني كاين هذا المرض هذا كيفاش تظهر اعراضه؟ تظهر هناك سيل دماء من اللثه، ديزودام. ديزودام هما تورمات كما نقولوا حنا، انتفاخات. داكا اي بو كوندوير او ديسي. اي بو كوندوير يعني يقدر، ها هذا المرض هذا يقدر كوندوير، اي بو يؤدي الى ولا يقود الى الموت. لو ديسي سي لا مور. لو سكوربوت اي دو ا اون كارونس ان فيتامين سي. يعني السقربوط هذا، المرض هذا تاع السكوربوت، اي دو يعني يتسبب فيه اون كارونس ان فيتامين سي. يعني اون كارونس يعني نقص، مانك اون فيتامين سي، يعني كي عندك نقص اون فيتامين سي الله لا يقدر يصعب هذه الاعراض اللي هي السيلان بالدم لي جونسي ويصعب تورمات. الوغ Donc, le scorbut est dû à une carence en vitamine C à cause du manque de fruits et de légumes à bord des navires. Bisebeb à cause, c'est la cause. Sebeb, le manque, c'est-à-dire les fruits, les fruits, les légumes, les choudres, à bord des navires. À bord des navires, c'est-à-dire les mettre en souffle. بور هي متن لي نافير هما السفن، يعني في السفن اللي كان في يخدموا فيها دوك البحاره كان ما كانش، كان نقص نتاع سي نورمال باسكو يروح يسافر بكري كان عندهم مشكل يعني تاع الحفاظ على لي فروي ولي ليكوم بيسك ما كانش عندهم باش يبردوا هذوك المواد الغذائيه. دونك كانوا ممكن يديو معاهم بعض لي فروي الفواكه والخضر، ولكن مع طول الرحله رايح يعني رايح اللي ياكلوها هاي كلاوها واللي تبقى رايحه تتخمر وتفسد، يعني ما كانش ممكن باش تبقى عندهم على طول داك لي فروي ولي ليكوم. سي بور سا كان عندهم نقص داكور، يستهلكوا يستهلكوه ومن بعد كي يستهلكوه خلاص كي يكون فريها مستهلكوه كي يقدام ويقعد راهو يخسر يرموه في البحر داكور. دونك كان هناك قلنا لو سكوربوت سقربوت بسبب نقص في الفيتامين سي، بسبب نقص الفواكه والخضر على متن السفن. بارتون بور دو لون فواياج كيما قلنا، بارتون بارتون يعني اللي غادروا، ها اللي غادروا، اللي غادروا بور دو لون فواياج كانوا يعني غادروا اللي رحلات طويله، لون 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 يعني طويل، فواياج يعني السفريات ولا الرحلات. فوالا فهمتوا. نشوفوا لو ترويزيام باراغراف ايا واش يقول. دونك هنا هذو لي 3 بوين الاولاد باش تعرفوهم كي عندك هكذا اونتر اكولاد، هاد لي 3 بوين اونتر اكولاد هنايا يحب يقول باللي كاين كلام، كاين نص، كاين كذا ولكن الكاتب ولا لوتور ولا اللي جاب له النص تصرف فيه. واش معناتها تصرف فيه؟ يعني توقف هنايا هذايا ديجا كتشوف انا عندك كيم فيرغول يعني يحب يقول راهو من هذا الباراغراف ما كانش هذا مباشره، كاين كلام اخر لكن هو سيتاتير في لو تيكست تاعو شاف باللي يقدر يستغنى عليه باش يفهم يقرب المعنى. باسكو هذا كيما يقولوا سي ان تيكست دو فولغاريزاسيون سيونتيفيك، هو يعني نص نتاع تبسيط معلومات علميه للقارئ، للقارئ العام يعني انا وانت وهو وهي، يعني اللي ماحناش مختصين داكور، ما قريناش على فيتامين سي، ما حناش اطباء، ما حناش دي فارماسيان، ما قريناش، ما حناش علم، ما حناش بيولوجيين. دونك هذا النص هذا الشرحي راهو يقولوا له ايضا ان تيكست دو فولغاريزاسيون، يعني يعمل على تبسيط، يعمل على تبسيط المعلومه العلميه. دونك اللي يجيب مثلا نص كيما هكذا يتصرف فيه على النحو اللي يقرب فيه المعلومات للقارئ وتكون المعلومات بشكل بسيط وايضا بشكل ثاني كيما نقولوا شكل سوكسان، يعني ما يكونش طويل باش القارئ ما يملش داكور، لي ديتاي بزاف ما كان له. الوغ لورغانيزم اي انكابابل، لورغانيزم يعني الجسد العضويه، لورغانيزم العضويه يعني مجموع الاعضاء تاع الجسد، اي انكابابل غير قادر، ضد كابابل هي انكابابل يعني غير قادر، غير قادر على ماذا؟ اي انكابابل دو سينتيتيزي لا فيتامين سي، يعني ما يقدرش يركب لا فيتامين سي. العضويه نتاع الجسم نتاع الانسان هنا ما تقدرش تخدم لا فيتامين سي، ماشي باسكو مريضه، باسكو ما عندهاش القدره، يعني في غالب الاحيان لي فيتامين ما يخدمهمش الجسم، نجيبوهم لي فروي ولي ليكوم داكور، من اللحوم من كذا، سورتو لي فروي لي ليكوم داكور فيهم بزاف لي فيتامين. الوغ واش يدير؟
Il est donc indispensable de la trouver dans l'alimentation. Il est donc indispensable, ضروري de la trouver. Trouver شكون؟ Trouver la vitamine C. Là, هذه ترجع la vitamine C. باش ما نعاودوهاش قلنا de la trouver. D'accord. وكأن نقولوا il est donc indispensable de trouver la vitamine C dans l'alimentation. Ah, il est donc indispensable de la trouver. يعني لازم نصيبوها في التغذية. الجسم تاعنا ما يركبهاش لازم نستهلكوها يعني كيما نقولوا النبات اللي هو الفيتامينات لي فروي ولي ليغوم يركبوا هاد الفيتامين وحنا نستهلكوا هاد النباتات وهما يعطيونا هاد لا فيتامين داكور يعني نباتات في خدمه الانسان اوكي لا فيتامين سي اي بريزونت دون هذوك راح يقول لك وين راهي لا فيتامين سي زعما باش انت تعرف دوك انت تقول ايا بون راني فهمت انا جسمي ما يخدمش ولازم ناكلها بصح وين او هنا ما يخليكش هكذاك مع القرا ويقول لك فوالا فهمتني لا فيتامين سي اي بريزونت راهي واجده وين دون دي فروي بعد يعطيك وشنو هم لي فروي لا مونغ المانغا لو كيوي لي زاغروم يعني نقولوا الحمضيات زعما جوغ هاو زيدي اكسبيكي لك هنا جوغ يحل لك دي بارونتيز ويقول لك وشنو هم لي زاغروم اللي ما يعرفش لي زاغروم يزيد يبسط له لي زاغروم هما لي زورانج تشينا البرتقال سيترون الليمون القارص بومبلوموس هادو لي زاغروم هادو كامل دي فروي وتصيب فيهم لا فيتامين سي وكاينين دوطخ فروي عندنا داك 3 بوين يعني ماشي غير هادو داكور لي زاغروم عطاك اورانج سيترون بومبلوموس زيد يكمل قالك مونك كيوي اغروم ويكمل لك فريز كاسيس يعني هنايا هادو مالي فريز والكاسيس هادو كاع فيهم لا فيتامين سي داكور وكاين اذن لا فيتامين سي اي بريزون دون دي فروي بوين فيرغول باش يكمل دي ليكوم انتقل من لي فروي لي ليكوم شكون هما لي كروسيفير لي كروسيفير هادو هما النباتات الزهريه كيما نقولوا لو شو لو بروكولي شوفلور بروكلو شوفلور كيما نقولوا حنا بالدارجه لو بوافرون الفلفل لي زيبينار السلق ودالك هنايا نقاط يعني مازال لو تيكست يكمل من الـ من لو سيت اللي جابوا منه هاد النص هذا هو واش دار اخذ الشيء اللي يهمو داكور واللي يحب يوصلوا للقارئ داكور باش يبسط له المعلومه فيما يخص لا فيتامين سي واش نهي لا فيتامين سي هكذا وكيفاش اكتشفوا لا فيتامين سي بسبب كذا مرض واش هو صديق الاعراض نتاع لا فيتامين سي على الجسم كي تعود ما كانش بكميه كفايه ولا ما كانش خلاص ومن بعد نقولوا لا فيتامين سي هذه وين راهي موجوده باش الانسان يغتنم هذا الفرص باش يعيش كيما نقولوا بطريقه او ياكل بطريقه صحيه دونك هنا سي لا سورس فوالا هذا المرجع المصدر نتاع لو تيكست فيتورا سيونس لا ريداكسيون futurascience.com داكور بوبليي لو 19 دونك هنا عندك سيت انترنت بوبليي يعني منشور في تاريخ 19/1/2021 هاد لو دوفوار الاولاد في 45 مينوت اي ولا في 45 مينوت واش يحب يقول لازم تكون متمكن مليح من لي بروسيدي اكسبليكاتيف نتاوعك باش تقدر تجاوب بسهوله وايضا ماشي غير لي بروسيدي لازم تكون ايضا عندك ان باجاج هذيك مليح ديرو لي بروسيدي اكسبليكاتيف هادو ما راحين تشوفوا نصوص خاصه بالامراض كيما نقولوا لو كونسير لو ديابيت داكور تشوفوا على لي فيروس لي ميكروب كيما لا كورونا فيروس لو سيدا تشوفوا نصوص على لي فيتامين كيما هادو لا فيتامين سي لا فيتامين او يليق وتشوفوا ايضا دوطخ تيما لي خارجين كيما نقولوا على التغذيه وعلى الامراض تشوفوا دوطخ تيم تشوفوا مثلا لي تيم اللي متعلقين خاطين الصحه تشوفوا خاطين لا سونتي كان دي تيم كيما لي سيزم لي كاتاستروف ناتورال زعما ديك لي كاتاستروف الكوارث الطبيعيه تشوفوا نصوص فيما يخص الكوارث التكنولوجيه يعني كيما نقولوا حنا انفجارات نوويه ولا كذا لي اكسبلوزيون نوكليير هادوما
نصوص علميه بصح مختلفه، مختلفه المواضيع. كاين اللي خاصه بلا سونتي، كاين اللي خاصه بلي كاتاستروف ناتورال، كاين اللي خاصه بلي كاتاستروف تكنولوجيك، كاين اللي عندها ظواهر في الطبيعه كيما ظاهره الاحتباس الحراري، سميلي لي سير، اللي يهضر على كوش دوزون وداكور. هادوما دونك يا ديفيرون تيم، كاين بزاف مواضيع فيما يخص العلم واللي الانسان يحب يقرا عليهم ويتثقف فيهم، لكن يحب يوصلوه بطريقه مبسطه. فوالا دونك لو تيكست اكسبليكاتيف رايح يقيس عده مواضيع، يفا توشي بلوزيوغ تيم، ويليق دون شاك تيم. هاو علاش جبدنا الهضره، يليق دون شاك تيم تكون عندك ان بوتي باجاج بور لا سونتي، يكون عندك دي مو كي كونسيرن لو تيم. هادوما لازم يكون عندك كناش تكتب فيه، منين تقرا تكست تكتب هادوك الكلمات، كل مره تعاودهم 5 دقائق، تعاودهم كون 5 دقائق. انا نقولهم القرايه تاع 5 دقائق القليل وزاكي، يعني شاك فوا شاك فوا شاك جور نعاود 5 دقائق، ما نطولش باش ما نملش، تبقى في الراس. اوكي، باش ما بقاش انا بساعتين وثلاثه في فرد تكست نقلق. مره ندير اون ايتود دو تكست باهيه تاع ساعتين ثلاثه، نهز منها لي مو، كي نجي نهز ان تكست في لو ميم تيم راح يجيني اسهل، نزيد نهز ان اوتر تكست في لو ميم تيم راح يجيني اسهل، باسكو لا كونت ان باجاج لينغويستيك، يعني درت ثراء لغوي. الكناش هذاك الاولاد في اللغات، كون يخطيك الكناش ما عندك وين تروح، نعطيها لك من الاخر، يخطيك الكناش وما ديرش كلمات. بكري حنا عندنا ديكسيونير نهزو عليه نشرحو الكلمات، نعرفو كيفاش نبحثو في ديكسيون. انتم دوك الله يبارك عندكم حتى اللي يترجم لك نصها وكيتصورو ويخرج لك الترجمه، هذيك انا مانيش داكور معاها. علاه؟ باسكو راك ما تفهمش الكلمه ومعناها، راح تفهم المعنى تاع الجمله ولا تاع الفقره ولا لا. مليح تعمل الترجمه بالجوجل ترادكسيون كلمه بكلمه. في الاخير حبيت ندير النص نتاع حر، لكن الكلمه مليح تعرف الكلمه بكلمه. بس كيفاش تحفظ الكلمات داكور باش تعرف الكلمات ودير ثراء لغوي؟ لازم تعرف انتي اوكسيدون يفون نعرفها هي بدات واش معناتها، موليكول يفون نعرفها هي بدات واش معناتها، انفيكسيون يفون نعرفها هي بدات واش معناتها. داكور، ما تجيبليش تروح دير لي تصور لي وتترجم وتفهم تقولي فهمت النص. ايه فهمت النص، بصح من بعد كي يبعثك على سؤال ولا يقولك هاد سينونيم والله هذا كذا، وراح تتبحر ما تصيبش روحك. داكور، الوغ نعاودو نشوفو لو برومي باراغراف. تبعوا لو برومي باراغراف، اللي ما قدرش يتبع شوفوا روحوا لاخر لا فيديو، دوك تلقاوني مديرت لكم لو تيكست اون كومبلي، ديروا لو كابتور ديكران داكور، وعاودوا حطوه قدامكم باش تقدروا تتبعوا، ولا وكاين في الانترنت يعني ما تحيروش. الو تبع هذا لو باراغراف، نعاودوا نقراوه بشويه. داكور، انا راني مع نقرا باراغراف ونعملو له اناليز، هو بعد نحللوه نصيبو فيه واش نصيبو. اوكي، نروحو وحده وحده. لا فيتامين سي او اسيد اسكوربيك ايت اون موليكول انتي اوكسيدانت. حتى لهنا واش درت؟ قلت الفيتامين سي هذه او اسيد اسكوربيك، نسموها لا فيتامين سي ولا لاسيد اسكوربيك، واش هي؟ est une molécule antioxydante. هي جزيء مضاد للأكسدة. هنا غير كي نلحق هنا عندي اون ديفينيسيون، عندي تعريف، عندي تعريف واستعملت لو فيرب اتر. هاوليك واش تكون لا فيتامين سي؟ تكون جزيء ضد الأكسدة. هذه هنا اون جينيرال باش نديرو التعريف، عموما باش نعرفو حاجة نستعملو لو فيرب اتر. داكور، هنايا اتر هنا استعملناه باش نعرفو لا فيتامين سي. دوك نقدر نحي او اسيد اسكوربيك، نحيها نقول لا فيتامين سي اي اون موليكول انتي اوكسيدانت. المعنى كامل؟ وي المعنى كامل، فهمنا فهمنا. او اسيد اسكوربيك واش يحب يقول؟ يحب يقول نحي لا فيتامين سي ونقول لاسيد اسكوربيك اي اون موليكول انتي اوكسيدانت. انا نعرف لاسيد اسكوربيك وانت تعرف لا فيتامين سي، هي نفس الشيء. دونك يا اما نقول لا فيتامين سي او بيان نقول لاسيد اسكوربيك.
هنا هذا لو بروسيدي بون شفنا لو بروسيدي الاولاني قلنا سي اون ديفينيسيون سي ان بروسيدي اكسبليكاتيف اول بروسيدي اكسبليكاتيف هو لا ديفينيسيون تعريف لا فيتامين سي اي اون موليكول انتي اوكسيدانت نقطه هذا التعريف لا ديفينيسيون دوك نقول لا فيتامين سي او اسيد اسكوربيك هنا يا اما نقول لا فيتامين سي ولا نقول اسيد اسكوربيك عندهم نفس المعنى نفس المعنى ويدلوا على نفس الماده هنا عندنا ليكيفالونس لو بروسيدي اكسبليكاتيف اللي هنا اللي كاين الزاوج في هذه الجميله الجمله يعني في هذه الجمله صغيره عندي ليكيفالونس يا هذه يا نقول لا فيتامين سي ولا نقول اسكوربيك اسيد اسكوربيك عندها نفس المعنى دونك عندي هنا في هذه الجمله راك تشوف ديجا هنا هي جزء من جمله باسكو مازال تكمل لا فيركول دونك هنا عندك دو بروسيدي اكسبليكاتيف انا وصلوا بين دي الشرح التعريف لا ديفينيسيون لاسيد اسكوربيك ولا لا فيتامين سي اي اون موليكول انتي اوكسيدونت وعندي لوتر بروسيدي اكسبليكاتيف اللي هو واش هو اللي هو ليكيفالونس يعني لا فيتامين سي تقدر تقول سينونيم تاعها هو اسيد اسكوربيك ليكيفالونس نجيبو الكلمه ولو سينونيم تاعها لا فيتامين سي مثلا شغل نقول لك لو سيزم زلزال و ترومبلمون دو تير اهتزاز الارض نفس المعنى نقول اهتزاز الارض ولا نقول لك زلزله سون دو مو ايكيفالون سميو هاد لو بروسيدي سميو ايكيفالونس داكور نكملو كوم لا فيتامين او شكون هي لي كوم لا فيتامين او لا فيتامين سي علاش كوم لا فيتامين او باسكو سي اون موليكول انتي اوكسيدونت يعني لا فيتامين سي اي اون موليكول انتي اوكسيدونت مضاد الاكسدة مثل لا فيتامين او انا شبهتها هنا درت اون كومباريزون تشبيه كومباريزون هذا ان اوتر بروسيدي اكسبليكاتيف شوف من هنا لهنا ديجا عندك 3 بروسيدي اكسبليكاتيف انا اون ديفينيسيون انا اون ايكيفالونس وعندنا اون كومباريزون لا كومباريزون التمثيل كيما في العربيه كيف كيف ايضا هو اسلوب شرح يعني سي ان بروسيدي اكسبليكاتيف نكملوا اي Donc, un atout considérable, on exprime la conséquence, et donc un atout considérable pour freiner le vieillissement cellulaire. Yani, qui aide la vitamine C, مضادل الأكسدة. Donc, madame, هي صفتها مضادل الأكسدة. إذن, conséquence. C'est un atout considérable. شكون هي لاسيد اسكوربيك ولا فيتامين سي يعني ميزه معتبره pour freiner باش تفرمي باش تفريني باش تكبح باش تحبس باش توقف لو فييسمون ما نقولوش توقف يعني تساهم في توقيف باسكو فريني يعني يوقف تدريجيا pour freiner le vieillissement cellulaire le vieillissement يعني الشيخوخه نتاع الخلايا داكور كي نقولوا ان اتو كي نقول كلمه دونك هنا استعملت ان رابور لوجيك اللي هو لا كونسيكونس اي دونك واذا الوغ سي ان اتو شكون هي لا فيتامين سي الي بون الي بون بور فريني لو فييسمون سيلولير ال ا ان رول كونتر لو فييسمون سيلولير داكور دونك هنايا عندي اون بيتيت كونسيكونس هنايا تذكروا بلي في لي تيكست اكسيكاتيف الاولاد نسميو بزاف لي بروسيدي الاساليب وكاين من ضمنهم لي رابور لوجيك دو كوز ا كونسيكونس نستعملوهم بزاف تلقى بزاف دونك تلقى كار بور لا كوز تلقى الوغ اون افي تلقى بزاف العبارات اللي تعبر على لا كوز وعلى لا كونسيكونس نسميهم لي رابور لوجيك دو كوز اي كونسيكونس تصيبهم بزاف في لي تيكست اكسبليكاتيف داكور دونك سي ان اتو كونسيديرابل بور فريني لو فييسمون سيلولير داكور هنايا شوف مليح هنا كي نقولوا سي ان اتو كونسيديرابل بور فريني لو فييسمون سيلولير عفوا هذا ان رول هذا ان رول دور عندها دور في الجسم انها تكبح لو فييسمون سيلولير الشيخوخه زيد كمل شوف Elle est importante pour l'immunité car elle participe aux défenses contre les infections virales et bactériennes.
داكوغ. دونك هنا نقدر نقول نحي هذه انا تو بلا 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 بلا، ونقول لا فيتامين سي فخان لو فييسمون سيلولير، مفهومه. نزيد نقول لا فيتامين سي اي بون بور لومينيتي car elle participe aux défenses hein ou l'encol les vitamines C défend tout défend contre les infections virales et bactériennes ha عندها دور اخر donc تحبس توقف تكبح le vieillissement cellulaire واش دير ثاني تساهم في hein في الدفاع ضد les infections تاع فونات virales et bactériennes هذا الدور ثاني يعني تساهم في المناعه تكبح الشيخوخه تاع الخلايا تساهم في المناعه زيد تشوف الي بروتيكتريس بور لي فيسو سانغان تحمي الاوعيه الدمويه فاسيليت لابسوربسيون دو فير اي لا سيكاتريزاسيون وتسهل امتصاص الحديد والتئام الجروح اي ولا شفتي قداش من رول عندها في الشيخوخه تاع لي سيلول كونتر لو فييسمون سيلولير Elle défend contre les infections virales et bactériennes. Elle protège les vaisseaux sanguins. Elle facilite l'absorption du fer et la cicatrisation. Hé, donc, Adouard a la vitamine C. Mais elle est d'abord. Elle est d'abord. Dans le texte explicatif, il se met la fonction. La fonction. الدور لو رول واش دير لا فيتامين سي تجي برك تقعد في الجسم تقعد تتفرج نو واش دير هيا تنشط باش توقف الشيخوخه لو فييسمون سيلولير ال بارتيسيب دون لومينيتي دونك تشارك في المناعه ال بروتيج لي فيسو سونغ ما تخليش هذوك الترسوبات الدهنيه يصراو يبوشيو الاوعيه الدمويه وتسهل امتصاص الحديد خذا الحديد نسحقوه مثلا في التركيبه نتاع الهيموغلوبين وفي التركيبه تاع الدم وتساهم ايضا في لاسيكاتريزاسيون في التئام الجروح هادو كاع كيما نقولوا هادو ماشي ان رول سي دي رول هادي نسميوها لا فونكسيون الوظيفه ولا الوظائف تاع لا فيتامين سي هذا لو ترويزيام بروسيدي اكسبليكاتيف اللي عندنا هنا حتى وصلنا هنا Une définition, une comparaison, la fonction, les fonctions, vous êtes chauffé, la vitamine C est généralement recommandée, you sabi, hein, pour lutter contre les maladies de l'hiver comme le rhume. Elle est importante pour l'immunité. Diffère, le rhume c'est une maladie. Lutter contre les maladies de l'hiver, yani, nous kef, beh, bel manera. شكون اللي يشارك في المناعه لا فيتامين سي دونك انا عطاك جونغ هنايا عطاك ان اكزومبل دو مالادي اللي تخدم ضدهم لا فيتامين سي لو روم ما قالكش باغ اكزومبل مي تفهمها من النص بلي هنا عندك ان اكزومبل مادام يقولك راه تشارك في المناعه يجيب لك هنايا لا فيتامين سي اي جينيرالمون ريكوموندي بور لوتي هاو كان يقول لك elle participe aux défenses يعني elle lutte contre les infections elle lutte contre Le rhume, les maladies de l'hiver. On attaque un exemple. Je calque le rhume, elle est où je le ressource. D'accord. Donc, je vous fais le paragraphe. Elle est où je l'ai. Une définition. Ok. Elle une comparaison. Elle la fonction. Bien qu'on sait les fonctions. Ou elle un exemple. Une illustration. L'illustration. Maintenant, elle est اللي مذكورين كيف حضرتهم لا فيتامين سي هو لو روم تعزز المناعه بور لوتي لا لوميتي رانفورس لوميتي بور لوتي كونتر لو روم هذه سي اون ايلستراسيون نفهموها ما قاليش باغ اكزومبل الواحد لازم يخدم شويه راسو داكو ما قاليش باغ اكزومبل ماشي لازم يكون لي دائما باغ اكزومبل كيما نقال لكم comme la vitamine E. C'est une comparaison parce que tu as mis comme d'accord
ايه هنا دار اون كومباريزون، وهنا عطاك ان اكزومبل، هنا عطاك ان اكزومبل. كون نقول لك باغ اكزومبل لي فري ليغوم اون تروف باغ اكزومبل دي فيتامين انتي اوكسيدانت ها كوم لا فيتامين او اي لا فيتامين سي. هنا واش درت عطيتك دي زيكزامبل، قلت كاين بزاف دي فيتامينات في لي فري ليغوم اللي هما منفعه فيهم كيما لا فيتامين او اي لا فيتامين سي. داكور هنا عطيتك دي زيكزامبل، مي هنايا كي نقول كوم لا فيتامين او هنا واش درت لك، انا عملت اون كومباريزون بين لا فيتامين سي ولا فيتامين او. دونك ما تغلطوش في ال فهمتني، كي يعطيك ان اكزامبل يسرد لك مثل ويستعمل كوم داكور، وكي يعمل اون كومباريزون ثاني يستعمل كوم. دونك الكلمه حسب موقعها من الجمله عندها عندها معنى. هنا كوم سي لا كومباريزون، تشبيه مثل كأن ك كوم هنايا تعمل اداه تشبيه داكور. وهنا كان قادر يقول لك اسمع مليح، elle est importante pour l'immunité car elle participe aux défenses contre les infections virales et bactériennes comme le rhume. Comme le rhume. هنا comme le rhume ce n'est pas une comparaison. هاي ليك هنا c'est un exemple. شوف كوم هنا وشوف كوم هنا. داكور لي زيليف هكذا قولي. الوغ شوفوا باش ما نطولش في لا فيديو، هنا نوقف لو برومي باراغراف. اللي يعجبو الشرح ورضى علينا ويحب يشوف الشرح نتاع لو دوزيام باراغراف يلتحق في لا فيديو اللي تجي من بعدها، نعاودو نشوفو هنايا. شوفو هنا قداش شفنا انا بروسيدي اكسبليكاتيف داكور، وشفناه من خلال يعني ان اكزومبل، يعني من خلال درس عفوا من خلال نص داكور. تعلمنا هنا، دوك نزيدو نشوفو هنا واش كاين وهنا واش كاين، ومن بعد نديرو حوصله. يا لقينا كاع لي بروسيدي اكسبليكاتيف زينه ومليح، ما لقيناش كاع لي بروسي اكسبليكاتيف نشوفو ان اوتر تيكست ونزيدو واحد ولا زوج باش تكمل لنا لا لوسون تاعنا على لي بروسيدي اكسبليكاتيف. لولاد كيما يقولو لي جون تاع دوكا ليكيب، ايا باي، نتلاقاو في الفيديو الجاي، باي.